وصفه هعملها النهارده، وصفه للسمك الفيليه. ساعات بنزهق من السمك الفيليه ان احنا نعمله مقلي مقلي او مشوي كل مره، النهارده هنعمله بطريقه جديده، طريقه حلوه وسهله وبيطلع طعمه حلو قوي. هستعمل سمك فيليه بلطي، وهستعمل بصلايا كام فص ثوم، فلفل الوان، بطاطس هقطعها رفيع قوي، معلقتين صويا صوص، معلقة مستردة، زيت زيتون وملح وفلفل. المقادير بسيطة جدا، مش محتاجة أي حاجة. هحط شوية زيت زيتون، الفيليه بخليه زي ما هو، ما بقطعوش يعني، كل واحدة بوحدتها ما بقطعوش. البطاطس بقطعها رفيع علشان تستوي، تاخد سوى الفيليه يعني، أتخن من الجراتان حاجة بسيطة. البطاطس بصوا اهي، علشان هحطها تحت الفيليه. واجي اول حاجه بقى هحط اشوح الخضار بتوعي تشويحه بسيطه، البصل والفلفل الملون، هقلبهم تقليبه بسيطه مجرد يطروا، وهاجي للسمك بتاعي. أنا مش عايزة أفرفطهم علشان ياخدوا طعم وريحة بسيط. هاجي هنا هدهن البايركس أو الطاجن أو الصينية اللي أنا هحط فيها السمك، لازم أدهنها كويس عشان البطاطس ما تلزقش فيها. أنا بستعمل زيت زيتون في الوصفة دي، فهشتغل بيه أهو، بحط كمية كويسة، وبحط البطاطس برصها. احنا عاملين هنا حوالي بطاطسايتين كبار، ممكن تعملي اتنين كبار تلاتة وسط زي ما ايه تحبي. بتتحط الشرايح فوق بعض، وبعدين حاولي بقى ان ايه تمليه علشان تكفي افراد العيله يعني. زي ما قلت لك البطاطس تبقى رفيعه علشان السمك ده ما بياخدش سوى في الفرن. هرجع هنا بصوا، خلاص هو كده طري معايا. هعمل ايه؟ هحط له ملح، وهحط له شويه فلفل اسود، واقلبه وابعده عن النار. خلاص ادي كده الخضار جاهز معايا، البطاطس حطيتها. هي على فكره الصينيه دي مش هتاخد السمك كله ولا الخضار كله، يعني الكميه دي هتعمل لنا صينيتين. خلاص هاجي بقى هنا في بوله اللي انا كنت مستعملينه، هحط المستردة. يا صباح معلقه صباح الفل. يا صباح، ازيك يا سيد؟ اهلا يا قمر، ازيك؟ وطي التلفزيون لو سمحتي. عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، عينيا ليكي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا. وطي التلفزيون بس، انا عاوزه طريقه المكرونه البشاميل. من عينيا الاثنين، عينيا حبيبتي، هقولها لك النهارده ان شاء الله. المستردة مع الصويا صوص مع بقية زيت الزيتون بقى، بأدوبهم كلهم مع بعض، هزود عليهم شوية مية، مية سخنة أفضل. بسم الله. وآدي فلفل أسود أهي، وادي ده هنا الصوص جاهز عندي. هاجي اخر حاجه للسمك، رشه ملح بسيط، كله بسيط لان الوصفه فيها صويا صوص، مش عايزه الحاجه تبقى مالحه معاكي. اهي ادي الصوص بتاعي، زودته ميه اهو، شايفين اهو
الصويا صوص والمستردة، شوية زيت الزيتون، وزودت عليه مية بس. خلاص هاجي كده، ادي السمك هحطه على البطاطس، ايه هنحط دي كمان. خلاص بقى، واجي هحط الخضار بتاعتي، ريحتها فظيع يا رنا، يا رنا الريحه فظيعه. الو الو الو، ايوه حبيبتي، ازيك ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر، عامله ايه حبيبه قلبي؟ الحمد لله. عينيا ليكي يا جميله. عايزه اسال على طريقه الرز بلبن. ماشي، من عينيا الاثنين هقول لك الرز بلبن من عينيا يا حبيبتي. انا حطيت الخضار في النص عشان يبقى شكل جمالي، وبعدين الصوص ده هروح منزله كده. عليه وهغطيه بورق الزبده وفويل. ليه ورق الزبده؟ علشان احنا قلنا ان الالومنيوم بيتفاعل بالحراره، فمش عايزينه يلمس الاكل في الفرن، فهحط ورقه زبده. طبعا انت لو عندك فايركس بغطا هيبقى افضل، علشان بدل ما تقعدي تعملي كده وكده اهو. وبدخله الفرن، مش هياخد نص ساعة في الفرن، الفرن تبقي مسخناه اهو كده. ادينا غلفناه وهندخله الفرن اهو. خلاص هاخده احطه في الفرن، هحطه علشان هو فيه سوائل، هحطه على الصاجة 10 دقايق، وبعد كده هرفعه في النص، او تحطيه ربع ساعة، ربع ساعة على الصاجة، وبعد كده تكشفيه وتحطيه في النص علشان ياخد لون حلو. يا سارة، لارا، يا لارا. الو، هاي يا لارا، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، عينيا ليكي يا قمر. انت طيبه. وانت طيبه. انا عايزه اقول لك ان انا لما بعمل الجلاش بيكون ناشف معايا، ليه بقى؟ هقول لك، انت بتحطي عليه اللبن والبيض والزيت واللبن والبيض في الاخر وبتسيبيه يشربوا شويه، ولا بتحطيه في الفرن على طول؟ لا، انا بحطهم برشهم عليه وبروح حاطاه في الفرن على طول. ايوه، بصي بقى هتعملي ايه، انت هتحطي نص كوبايه اللبن، يعني باكل جلاش بياخد نص كوبايه لبن او اكتر سنه، مع بيضايه وثلاث اربع معالق زيت، ملح وفلفل، وتضربيهم وتسقي بيهم الجلاش كويس، وتسيبيه نص ساعه يشربوا ويطرى كده ويخش الفرن، هيبقى مقرفش من بره وطري معاكي يجنن من جوه. جربي وقولي لي. هنعمل دلوقتي الرز الحار، ده الرز بناكله جنب الاسماك، حلو قوي وسهل قوي، واصلا من المكسيك. فهنعمله، المقادير بتاعتنا ايه؟ ادي المقادير هنا. مقادير بتاعتي: كوبايتين رز، بصلايه، وثلاث فصوص ثوم، حبايتين طماطم، كوبايه كبيره شوربه او كوبايه ونص شوربه، وعندي بصله ثانيه شرائح غير البصله الاولانيه، معلقه كبيره صلصه، قرنين فلفل حراق، ملح وفلفل وبابريكا. البابريكا هنا مهمه عشان اللون بتاع الرز. اول حاجه ادي المقادير بتاعتي، البصل والطماطم، الحاجات دي كلها انا هضربها في الخلاط، فانا مش محتاجه ان انا اقطعها كبير. انا اهم حاجه عندي هاخد الرز بتاعي والبصل، البصله اللي هي الشرايح، شرايح رفيعه، بصوا ازاي هاخد الاثنين دول اهي، بصوا شرايح البصل رفيعه ازاي، دي هشوحها هي والرز. ادي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. الرز هحطه من 5 لـ6 دقايق يتقلب على النار، هو والبصله الشرايح. كوبايتين الرز اهي، الاول طبعا اغلفهم، يعني يتغلفوا بالماده الدهنيه ويبتدوا ياخدوا يخشوا في اللون، بعد كده احط لهم البصل، يعني ما بحطش البصله من الاول، وعايز شويه زيت
اهو خليه يتشوح. هاجي بقى اعمل الصوص اللي انا هطبخ بيه الرز. هاجي هنا البصل في الخلاط، هحط الثوم والبصل ما بشوحوش واعملش فيه اي حاجة، هو من الاول كده اهو، مجرد البصل اللي مع الرز. الرز ده مختلف بس بيبقى طعمه حلو ومشطشط كده في الاخر شوية، بيبقى حلو قوي لونه اورنج. يا ام نور صباح الخير. يا صباح الفل عليكي. انا بحيي البرنامج بتاع حضرتك وبحيي القناه كلها. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا، تسلمي لي يا رب. انا من المعجبين جدا جدا. ميرسي يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا رب والله. انا بقى عايزه من حضرتك حاجه. ليه؟ انا عايزه سنيت بسيسه. عايزه ايه؟ سنيت بسيسه. سنيت بسيسه، اوكي. ماشي. ومن خلال البرنامج الجميل ده انا بنشر الدكتور. لا مش من خلال البرنامج. ايه بتنشد حاجه ولا؟ تحاولي تكلمينا تاني. نور ولا ام نور؟ هي يا ام نور. وهعمل لك البسيسه من عينيا الاتنين. بصوا الرز اهو كده اهو، دلوقتي احط البصله بتاعتي تتشوح مع الرز على، انا هجيب الحله على عين اوطى، هشيلها احطها على، ايوه، علشان بس ايه راح احط، بسم الله الرحمن الرحيم، الشوربه اللي في المقدار، وهاجي احطها، بسم الله، هضربهم في الخلاط، الثوم والبصل والطماطم والشوربه، اضربهم ناعم يعني عشان ما اصفيهمش، انا مش عايزه اصفيهم، هاخدهم بكل حاجه وهحطهم على الرز. الرز اهو مع البصلايه. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزاه، انا مش عايزه احمره اكتر من كده، هو اخد لون ذهبي اغمق اهو اهي، خلاص اهو ده اللون الذهبي، والبصله طريت اهو. هاجي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عامله هنا كوبايه ونص شوربه، فطبعا دول مش كفايه على الرز، الرز مش منقوع علشان نشوحه، فلازم هزود كوبايه تانيه ميه. ادي الصلصه، البابريكا علشان بتديله لون حلو، وملح هنملحه، وفلفل اسود، هنحط كمان كوباية مية، بسم الله، بقلبه كويس، وباجي قرنين الفلفل بقى بعمل ايه، بغزهم كده بس واحطه، نعمل التانية اهي اهي، بصوا اهي، باجي اشق كده بس بسيط، وبحطها جنب الفلفلاية التانية في الحلة بتاعت الرز، اوكي اهي كده اهو، واغطيه واسويه بقى سوى الرز عادي، يشرب المية بتاعته وأوطي عليه.